يا سميحة، مرحبا. أهلا سام، كيفك؟ كيف الصحة؟ منيحة. تمام؟ شو وينها زينة؟ بالمكتبة عم تصور محاضرات. أنسي سميحة، بعد إذنك يعني هيك، بس هيك إذا ما فيها سئلة ولا إزعاج ولا قلة ذوق، بس بدي هيك. شو بدها؟ عفوا يعني هيك بعد إذنك بدي أقول لك إنه أنا هيك شغلة يعني. سامي احكي. جاي بتصاتين لفيلم اليوم الساعة 9، بدنا نروح نشوفه سوا. شكرا، ما عندي وقت. بالعكس سوسو، فيلم بجنن، كله هزات أرضية وفولكينوز وإيرثكويكس وهيك وجبال بتوقع والبنايات بتهر بأرضها، بناية ورا بناية، بناية ورا بناية، يعني فيلم هيك بجنن، وكله يا حرام عالم هيك ماشيين بالسرقات ومشردين. سامي ليش بدي أحضر الفيلم؟ ليكك حكيت لي إياه كلياته. بس بتضل تشوفي غير، وبالاخص انه رح نشوفه بالفور دايمنشن، بالفور دي، يعني مثلا اذا نرش مي بالفيلم بينرش علينا، اذا صار هزه ارضيه الصاله كلها بترج، يعني اذا انفجر البركان الحمامه بتوقع بحضننا، شغله اميزنج. ياي عليك انت وهالفيلم. عن جد يا انسي سميحه، صدقيني الفيلم واندرفول، ما بيتفوق. سامي انا ما بحب هذا النوع من الافلام، وما بحب اللي بروحوا بيحضروا لبقى تفتح لي هالسيره. يا انسي سميحه ريلاكسي شوي اذا بتريدي، يعني صدقيني السينما هي من اهم دور الثقافه بالعالم، بعدين روادها كلهم من المثقفين والمفكرين، وهي مظهر من مظاهر الرقي. عم تعمل لي محاضره من الصبح؟ ما لي خلق. اسمع هاد، انا رح احجز بالمدرج بس تجي زينه الا سمحتك. الله يسامحك يا سميحه، اصلا اليوم انا استشورت شعراتي كرمالك، ما بعرف ليش عم تعاملني هيك. مو مشكلة، رح أعرف أتصرف معك يا سميحة.